بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونا سن رجسي الملك صوت نجلا سعطان ومرك لا برنامج كنا طريقة توصل وسؤال الدين قاعد نسوي ديسان هل كنا وكتش وبش شيخ برنامج كفضلات الشيخ محمد شيخ عمر درر الله دوره وعلم جهو بركية لما أنت رجسي الورد نسود وينية رجسا أقول رجعت طبعا كم برنامج كنا بلعبية هيا نيوريا. هلو هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبيك يا شيخ در يا محمد شبال يا جرمل الله يدين بركيه وشق الله أركيسة كالة صهد لي وعر شبالو واي سولو واندو هاي شبالو خير الله كسيه شيخ صدح سوالت بوم ويدين دون أولا واي هاي سؤال شكو ذلو حوي خوفكو ماركو هذي يتشير وماركتي حمد النقا أم بشكري الله وبتصدو فضل إنتيلك باكو جراء وسؤال شكو هاد شبالو واي سؤال شلو ذلو حوي حبالة قدك أما مرك أضي يتشارك وحباش قضيان وحجراء تذك حباش مرك قضيان نيك صلاة الكناسة كنت كذا ينيك حباش قضي لبضع سمو يسكو فضلي با كقضي يك صلاة الكناسة كنت كذا والسؤال شلو بعد واي سؤال شلو على صدح هذا إن شاء الله وحوي إن تذك بدنك ولي برقى هو بدناداني إنك بدنا والك ودي عايان سيدة هو يدي أبها kitba xalaga yaaba qofka hooyadii aabahaadii jeer caadiisteen oo caayo inuu waalidintiisa ay dhinteen kadibna marka saameen ma ku yeelanaysa oo waalidka uu caayo hadii jeer uu caadiisteen intaas uu diinay sheekha waxa tahay isha xiga ayaan gudbaya khadka telefoonka ku jira. Halo salaam aleekum. Wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Cali Jiidi soo jooga Hargeysa. Waa yahay waxa sheekha weydiinaya masala qaadka ku saabsan way waxa tiri dhaweyd ebel dhaxaas la soo saaray fadwo ilmada dhan isku raaceen inuu xaraan yahay qaadka way marka sheekha waxaan weydiin lahaa hadii asalkiisu uu xaraan yahay qaadka oo asbaab xaraantimaynaysa aanay jirin xoolihii cunayay cadkoodii caanahoodii maxay noqonayaan way intaasan way dhegaysa xiga عليكم السلام شيخ دير الرياش شيخ شبير بوضي السلام عليكم وعبد غني حمد تجيب لي فلاس هل لي مقالة بطعم واي هاي حياك الله نجي شيخ دير بوكا قد نسوله هل سؤال بمودين يا شيخ إن شاء الله واي شيخ روح ويدين يا وحا عيني براولا وقت شغية قرادة مصدية ترسبتش واي هل يتشير علي اليدة السلاة لها وحا نقصه بيغرنا اليدة الزمت السلاة دي تقربا نقصه بيغرنا عسر بان فاعنا عيشها مقربا نقصه بيغرنا عيشها فاعنا انا شيخ صدح سؤالات بان ويديني هدي الله وكدقه واي هاي هو الرئيس هو حويان حولها هدي ويتشي قلقه سنتو سريعادو محايكا قبطاو قيل بانو لير محايو ديوان فنسوقا بانامان ومدناكو بسلينا واي هاي طلبات لوضو مسيدة قيلة شنكو سكودة مسي واحكا بدن بيكو سكودة سيكاد اللوضو يمسيكا بلها منتا هاي تصدحات انا قصون سمعان سومان هدي ان حاسكي لكلمو مسيدي صومتي فرالك هايد بان لحذن هاوين سوميا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد سلاس شقلته روحه فضلك ولي هاي مهدنقى إلهي لقو مهدنقى سبحانه وتعالى إلهي حمدك سووك عليها إن الله مهدنقى هو يساق إن التبابر يا شنصو رضوض القرآن أياكو بلا ما الحمد لله على قولوا الحمد لله إذن كنا رهوي مركا قفك إلهي نعمة وصيين ومهاد نقو مركا وحونين ومهاد نقو وحي قاينا برايا قرآن يحديث با وحي لأينا فرينا نفولينانا فضل آد وين بيلاده بيلا بضان بقلا حمدقو نرشا قفك أما نرشا نبي محمد بابا إلهي وفرينا كسو قبا قبا إيو حمدقا سورة إذا جاهد دي أدخري دو إلهي وحو فري وقتك وعلامته قيري دي سأركو إنه استغفارتي حمدك بضي النبي عليه الصلاة والسلام مركوا ذكرك قيمها بضن
نبينا وحول كلمة تاني خفيفة تاني على اللسان ثقيلة تاني في الميزان حبيبة تاني إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والتسبيح ذي حمد جي عرب كنا كفضد ميزان كنا كعلوس إلهينا تعليه أين بتصنعوا جناسد من ويدية سؤال لبعض ما يسكفض لباقف كقضية حباش أيك كنت كنية لا شك شككم تشر قف بقف وكهو البدنية إن وكا أجري بدنيو قف كحوجي سمالي مسكح دمالي مالك بحيي وحسن النبي قلنا حسي عليه الصلاة والسلام لا بقى أجري وين إن لوجه الله قفكم مركو جناسد راعه ومركو جناسد كنت كذا ولا تشوجو إلى أنت حباش ورمانيس أسكو رمانيو قفك الصلاة وإن كنت كذا أسك أنك قيب قالين هل أجري وين تأوحد لك أيو ليها بركا قفك وحفي عن إنه كنت كذا صلاة حباشنا قوب شوق النقضة أدو أسك كرو أود لي هاي نواص أنت باين وسكو درو سؤال شكلا وحي هاي قفك هدي ورنتو عرورتي سدتك عايان لب مياي كو هاي ساه نفلا نفكال الدم بيقيد قادم ميسو وقفك الدم بابي إفكا كو الدم بابي هدي يساقو الدم بيقا آنو وح كولا هين وحو كولا يهاي الرادها وكتاق آنو ترين أما صادر دار من مركو سيدي من أي وحبا يساقو الدم بيقا سيقاري مايو وحيس إلهي فضلي قيس لكن وحي أجريا عرورتي سواي سمايا وقاري إن شاء الله سيدو نبيقو بي نوع الدعي عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له ولد صالح أدعي صدقاتي وقف كله بحيني سلاش علي وحا يهاي ليرتن دادكو آنو عوني كرينين أما قاطها هذا أما ليرتا كلاقي دي سنطة أهي قفك بني آدم كي آنو عوني كرين هدي حولوه عونان دنبي مية كلين مايا حولو سيدو دابا ما دنبابا واحد دنبابا دادك عقلي غالي مركا وحيابها قار كودو بني آدم كو آنو عونين بي حولوه عونان مركا حولها إيقا وح كحالان هنا مجيرو عدكو دي عانو هودونا وحلال وي هدي نسكو وحكا صور ريباي وحاسم بالا راعي مثلا نبي قوحي نوشيغ صلى الله عليه وسلم دي سحرادة إيا وحي لمدا حيوانكا محولها عنا كواسية جلالة لذا اللي دادو إنا عدكا دي عانيه دي لعونين إلا أي نظيف كان نقضان عدكا دي عانيه دو ميلقارة لداتيو لكن رتاكالي وحاي عنان وحبا ديبي كومتشرو سؤالها آدن تهرا وحيد حولها وچيغا ما لغا سنتي كرا مايا لغا ما سنتيو تدي يدو يبا وچيغو وماشي قفكا شرفتي سواي هيد اما حيوان كبا مركا ان وچيغا لغا سنتو صح ما هم يالها كلا لغا سنتي ولغا دين دونا غنفكا إيا لان قيرتا إيا سمدها وچيغا سواشي سلوادو حي هيسا كدا لقضا مسيدا قيلي كبلا بنتاشن ما يصدن بي كبلا بنتا إيادو إلا يصدن قاردسا كلاقو مالي سواشي سكلا وحي هيد نينكو حاسكي سهدي ولا كلمو إساقو او صومن صون سنة ميا كفارة قد لقول لأيه مايا كفارة دا سوحة يقو نتهايون بشار رمضان سيدو النبي عليه الصلاة والسلام حديثك كو عدهي لكن صون كا سنة هاي مالي والله أعلم الله أكبرك يا فضلة الشيخ عبدقاني ونقصو نقلصو هالي برعو حولي الشيخ محمد درول أيان هاي قاريد كان قبل الله سيقود با وضا marka sheekh maxamed salaadihiiba wax laga yaabo inay duurki meel lagu soo gasho waan iska dhaafnaa asr kan isku darra magribkii meel lagu soo galiyo cishaaygu ma tukana marka hadii aanu socdaal joogto ah ku jirno sheekh maxamed ruqsadii gaabinta salaada ma leenahay oo saasi sax ma noqonaysa ma nagaan saxsa mise naga ma saxayso kala duqafu safar yahay ruqsadii uu leeyahay shaqadii suba safar ahaate uu leeyahay marka way gaabin karaan وأنا قدمي كران وأنا أخيري كران هرمارين دبليج إيه سجين سلادي أنتوا بقوا بناي الله كبرك يسوع عشان شيخ محمد قرال بن يسوي دي وحولي هي لجسها نسوي دي قربها أيام كوجل مجع قف كله مركا مجع يبان كوش قصة وان جورسدي إلمان دلي إلمه شرعي ودن كأن شو جو حلو قري مجع يق نك كله دلها كوش قري مركا سدوا كله باسابوركا مجع عني وقرن أيام كتجي حشكة marka sheekh maxamed arinta diinta islaamku maxay qabta galitaankii uu ku galay dalka uu sheegay magac kale shaqeysiga uu ku shaqeysanayo isla magacii ilmaha uu dhalay ee magacii qof kale uu qoran yahay iyo waliba xajka uu ku tagay magacii qof ee baasaboorka ugu qoraay kale intaaba wuxuu doonayaa in loo cadeeyo bal wuxuu ku noqonayo qofku marka uu doonayo magac kale inuu isticmaalo waa inuu kiisii hore bedelo حق بان ولا يقفك ما جعيس إنه بدله والد كون عروتي سو كبدله خرا مركب حين قنا يسأله ما جع عنك لا وجورته
لكن ما جع والد كاجا أبي هويم بدل كرتيو ده أدوج ملهيد مركا حكم كيد وحوي هدي ما جعاجي التغيير سود بده شيء حق بعض الله هذا هاي كادن بون بانات استعمال إسا أو أبترسيم هذا عروت هذا إيو وراقها جا إيو وحنا معي نقنايا وحي لكن عمل أم عبادة أم شقاء تكفل السماء عهرة حبص عمين كمله وحدي بكو كاني ميس والله أعلم واتيخات كي تلفون كن قندونا دقي سياش برام مشكلة صهاد ليه هلو السلام عليكم وعليكم السلام وقعي واشيخ عبد الله فرح يوسف واحد شوقة حفظة شعبك أدي الشيخ أول السلام وهرقيس هي واحد دوني يعني ومخل إعدام أيو لبتشير أيو حبالله واحد هذا الله أكبر قول الله أكبرو مركا إعدام كسيدة صحة دي سنة النبي كسونا عليه الصلاة والسلام وي فضو كيق لبادنا الله أكبر الله أكبر لسكو درون بوشي دوان فليا ها قول الله أكبرو ما إنما قل واي فلاقين تسياسة دالغو مشغولة عشان تعانى الشريعة دساكم وحيكا قبطمك لو في سنة وي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا وانك سؤالوني يا ولال وانواني للصلاة عليك الشيخ وحن الدنيا اللي بسوها لو دوقا قابلنا الشيخ ويدي إن شاء الله وكا قد نسؤالو تهريو حوي مالين تجمعها إيو مالين تعيد دبا ما يدقى واسنبو أكد بقى ليلي سيدا أوغير هذه هدرات صلاة الصبح انت اللي تقول أن ما يده ما يجا جوديسا ما يدقي جمعها ما يجيد اللي يقدر يجيد سؤال شكرا دوارتها ويا سؤال شكرا دوار حويري كلا سبا لما قف ما اللغو ولا تكون كرا أما يسود هان نغضان أما هكذا الدولادان من إيجا ولا هان نغضان كل كيرية كلا سبا ما اللغو ولا تكون كرا وي ما شاء الله بارتها هدو ما سنتحي وحان أوجد بدون رجي ساحقة هلو ها شو دو ولال يا شيخ يا شيخ ربو السلام يا لو سؤال بشيخ ويديني يا ويا شيخ وبعد عرب وانا ما مشارن هاي ونسكو عقل سبناء لو حبو نسوك لقان دي الباد ده سعاش الله بعدنا كي يقول حمصان يندون يا رسود كتيس كتره هدان عسلمة وقبطان علمة كو أخرين سيد شاركة عن صدقة سيو وحدي بدين تميك قبطان أدبو ما سنتي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ويسا صلاة waxaan ku weydiinayaa walaal adimada xamuulay ma garanaysaa waayay sabatana qaar ka inta horum baan weysitaa naba raayiga la adimada waayay sabatana inta waxa ka qabtaa walaal waad ma santay khadka telefoonka xiga hallo hallo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa sheekh sheekh maxamed umar dareen iyo sheekh shabal boon salaamaya hayaak allah ni sheekh wa ka qadna waayay waayan loo soo booran waayay يا ريت هو يديني هيه ان تقريبا 100 حلقه مره حلقه ديري دغه نقولن دره بلا سمح لك مره لما ري غري دبا هو سنقولنا بالي دا هيه هيه ادي سنقولنا ولا غسل قيسنيا ديماتيكا ريركي سو اوتمي واي بس هي سيغادي دي حقبتا وي ابا سنتاي ودرس الشيخ سؤالها ان الشيخ عبد الله إن كان عيسى كنت المامي تهورا وحايا هاي قفكو مركو أداما يو الله أكبر ولاي هاي رادة دمميو سكنين يا وسكون بوصار يا مساء وضمين كرايا لبضبو يبنائين أدو يسكو تاقا يو أو كالاقوقون يا الله أكبر وينو مركا سكنين يا الرابع أما سكون صار رادة دول لكن اسراعنا يو الله أكبر الله أكبر مركانا رأضا وضمينا يو يدو قدام بكل واقعي وصلي وقف باتر وصلي قنا حركو لاي حريرين شوكسي قنا وحاو لاي هاي شايق أو دنبايا إن سكنا لساروي وحلا لا يبدأ بساكن ولا يوقف بمتحرك شاي ريبانا لغوما بلابا هادالك بالحركي سنة اللي اسكو متاقو امركا لما دا سياد بوا لغو نواقي كرا سواشي سكرا واحد مركا لويسي سنة يمي على هادل كرا وعلى هادل كرا وهادالكو ممنوع معها وحيابها ويسادة شبيانا معها لكن هادال واناك سنة نوقفك كو هادلو واما ذكريا اما وعديا اما اسكاء مسوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت لكن ويسادة هادالكي وحبودي مماي هادانو قال لي ماهين نكا كلا سؤاله سوحي هايين قورتا مايريغا تشمعها لما ايران كارو اما عيدا اما مالين كيبا مسوا انتا واقو بريمبا ما يقفكو وحواناك سن وقتيغا تشمعادو اي سودا واتو تشمعادا تيغا ينو مايرو وقتيغا تشمعادا اي سودا واتو تيغا يابو مايران ايا وحالدونا ين وقتيغا انو كلا وادو
oo qofkii oo nadiif ah uu tago dadkii beeralayda ahaa ee Madiina ka shaqeyn jiray oo kulaylna jooga aadna u dhididi jiray ayaa sababteeda loo waajibiyay Maydigan laakiin wuxuu noqday xukunkiisu mid caam yahay marka waqtigiisu wuxuu galayaa mar hadii waagu bariyo oo maalinkii Jimca la galo waqtigiisu wuu galayaa waxaana sii fiican waqtiga uu qofku Jimcada tagayo su'aashiisa kale waxay ahayd dhowr jinaasadood ma lagu wada tukan karaa salaad keliya haa waa lagu wada tukan karayaa ama rag iyo dumar ha ahaadeen ama ha ahaadeen rag keliya ama dumar keliya ama caruur iyo dad waaweyn oo isku jira waa la tartiibinayaa xagga qiblada ayuunbaa sidaa la isu sii dabadhigayaa iyadoo dumarkuna sii dambaynayaan mar keliya waa lagu wada tukan karaa inantaa kale iyaduna su'aasheedu waxay ahayd agoon baanu jaarnahay waxna waa kala qaadanaa shareecadu maxay ka qabtaa agoonta wuxuuna muhiim ahuun inaad adiguna wax siiso iyagana wuxooda aad ka qaadato laakiin culaysuuna aanad ku noqonin iyaga oo wax walba aanad ka qaadanin adiguna markaaga aad wax siiso iyagana markooda aad wax ka qaadato sida uu qur-aanka ilaahay kuuli wayntu khaaliduuhum fa ikhwaanukum haddaa wax isku darsataan waa walaalihiin su'aasheeda kale waxay ahayd haddii inankaygu ama inantaydu qur-aanka ay uu qofkii dhammeeyo dhallinyaradaha kadibna aan casuumad sameeyo culimmada iyo jaarkii ay cunaan maxaa dhibaha ku jira wax dhibi kuma jiro waa iska farxad wax daliilahoo diidayaana ma jiro sadaqa unbadu niyoon doontaa iyo inuu ilaahay ku barakeeyo sadaqada awlaadda ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inuu aqbalo su'aasha yuusuf waxay dabaraan ku leeyahay cagta hoose ama caga hoose ma maydho ee waan gebagabaystaa sharcigu muxuu ka qabaa way kuu bannaan tahay qofku haddii uu ka cabsado biyaha oo xanuun jirkiisa iyo nabarra ku yaala daraaddeed uga cabsado wuu gebagabaysan karaa waxaase xusid mudan nabarradu halka ay kaaga yaalaan haddii ay xubnihii weysada yihiin weeye haddii xubnaha weysadu ay ku wada fayow yihiin waanaad maydhaa sala intaa hoose kuraamaha iyo inta kasii hooseysa haddaanay nabarradu kaaga olwaad maydhaysaa kama tegaysi inta xubnaha laga weysiista hadday nabarradu ku yaallaanna inta fayowna waa la maydhi inta kalena gebagabaysi ayaa lagu bedelayaa weysadii markaad maydhiga dhammayso kadibna aad gebagabaysato aw wakhti qasl alcaliil xubinkan markii la maydhi lahaa ayaad gelinaysaa gebagabaysigii ila gebagabaysigana weysadiibuu wakiil ka yahay tusaale ahaan haddii gacanta ama gacmaha mid ka mida uu kaaga yaalo nabar wejigii baad maydhaysaa gacantii midig baad maydhaysaa gacantaa bidix wakhtigaad maydhi lahayd baad gebagabaysanaysa kadibna weysadii horey baad u sii wadaysa ayaan la oboramay naga soo weydiiyey isaguna wuxuu leeyahay ruux dumaroo la soo furay markay reerkooda ku soo noqonaysa bilaha loo yaqaano rajalaha ee saddexda ah ee magaca soomaalidu ay yidhaahdaan ama ha soo noqon baa la yidhaa hadday soo noqotona waa la allabaryaa maxay tahay arrintaas waa qalad waa dhaqan aan wanaagsanayn sharaysi way baasaysi qur-aanka iyo xadiidkubana tatayurka way diideen naha rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam can itatayur tashaa'umka iyo tatayurka nebigu uu diiday inaad wax iska baasaysato tiraa waxaa balaaya ku jirta iyo caynkan uu yahay waxay sheegaysaa in qofka ama dadka yaqiintu ay ka xun tahay oo kalsoonidii ilaahay iyo qadarkiisa ay ku qabeen meesha ay daciiftay sidaa daraaddeed bilina waxba ma hayso qof yimina waxba ma haye ilaahay baa dhib iyo dheef bahaye dadku si caadiya inay u noolaadaano ilaahoodana ay ku kalsoonaadaan sharcigana aanay khilaafin weeye marka arrintaasi diin ahaan sax ma aha baasaysigaasi waa in laga durkaa oo la iska daayaa dhaqankaa la suuliyaa wallaahu aclam allah ku barakay fadlata sheikh waxaad u faahfaahin doontaa dhegeystayaasha qofku marka uu meel ka jaban yahay ma nabar ku leeyahay waadigii yidhi marka xubinkaa la marayo ayaa gebagaba lagu sii kabi kadibna waa laga sii socon haddii weysadii wax harsan yihiin marka sheekh maxamed maadaama qofku marka hore weysaysanayay gacmihiisii qoyanaayeen markan la gebagabaysanayana ciid la isticmaalayo tusaale ahaan qaabkeebay ugu suurtogelisaa ama siduu u habaynaya arrinta iyada waxba dhib male wuu sugayaa intay u yaro qallalayaan gacmuhu kolkay u qallalaanna lama rababa inuu qofku boor badan isku masaxee waa inuu ciiddu yaro taabto ama gidaar ciid leba uu taabto marka boor badanoo qofku isku dhoobaya ma jiro ee gacmuhu markay u yaro qallalaan unbuu taabsiin doonaa waa tahay allah ku barakay fadalta sheekh hadkii telefoon ku noqon doonaa haloo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waa cabdikariin maxamed walaal kaala saalay xafadii beenkood bur argeysa sheekh waxaan weydiinaya walaal hal su-aal waayahay neef geelon xiriir ku jirin haddii lasoo iibiyo sekaan loo bixiyo sekadaasi ma ansaxba mise neef xoolaha la mid ahaa oo la cunayo la cabiyo la fufiyo sekada laga bixinaya aada ba umaadsan tahay dhegeysa xiga asalaamu calaykum waalaykum assalaam qoon kuraamayaa sheekh darbiga sheekh qabeel ba xayaakallah aniga sheekh waa kaa qaadna waxa weyaan cabdiraxmaan oo hargeysa jooga waaye walaal meel bannaan baan leeyahay oo dhula oon awoodi waayo inaan isku deedna waxaan dad inbaa habeenkii fadhiistaa marka ma wax dambiyaygasoo gaaray
وتهي خدك تليفونك حقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكو سودوني ولا مقع كبل ويا لك نجلس والله سو. والله ما تعرف يا أخي أنا ما شعر لي في ولا حاجة غير ما شعر لي. ويا هي. شقة ودنيا. ولا وقاعد نوك تشوف تسليه ده. ها. طبعا حرام تنمان أيوة واحد اللي بقالك في الحالة يمكن مرت بلامو أيوم بيحلالو بي. واي. سؤال الأذان يوش برغو هذه السنة لا تتوقع فون كل صحارة دمرتين أجيت في وشيء هنا اللي هو ثرثنا يوم. واي. واحد مغلي. شندرا حار كودو نشاس مرها وحش كي تشوفه كبعضه مرت على بلد على بلد شيخ ويدني خدك تليفونك حقا هلو السلام عليكم وعليكم السلام ويس حس دعوة كلاس على هالكيسة واي أبي سؤالات ما شيخ ويدني الله يبارك فيك سؤال شو رتوى حوية أساس ما دام سواء دون سنة كلاس برتاهين وما رشيد واتب خيدي يتي كلاهين شنو بدأ وهذه لو ده من مخ الضحك سجود ده حد السياب حصصتها يدي يسنس أنا سوى سوى أنا سوى مرة سدي ده مسمى ما ما بنارين وحب كل يسنس سجود ده حد سوى شهر سواتها واي سوى شلا بدوح ويا سوى سليم كاو جب جبيس والشيخ وكه تيا على بركية حب إن كي مرك الله مرة إياه إن لو جب جبيس ناي حب إن كي أمبا هلا مرة إياه عيد إياه جب جبدي مسا حمي كلا سوى سي والقصة ما يستري يعني فضلت الشيخ سؤاشا عبد الكريم أحيه مركز نفسك رأيقو ياشو وحانك كينيا قيلانك صوصار يا شردية ميسي سيلد بوانك سوي بنكرا وحالاق الرباون نف بالاق الربا دا عيمانا لباتشير سدحشير أفرشير أو نحل حاضة قيلان اوادك صوصاري كرتا دبدان اوادك سوي بنكرتا لبدا رموت بويكو بناين wax shardi ka dhigayeen geelaaga uun laga soo saara ma jiro dhogor uun baa laga rabaa wuxuuna iska ilaalinaysaa in aad lacag ku bixiso oo wixii aad sakeeyneysay xoolaha hawaanad wax ka soo wax la mid ah uun bixisa laakiin lacag kuma bixin kartid inaan ka kale isaguna Cabdiraxmaan wuxuuna soo weydiyay dhulaan leeyahay ayay isla fariistaan ragan iyo dumar kan habeenkiis wata dambi miyaan ku leeyahay hadii aad ugu aad ku soo dhaweeyso ama la jeceshahay dambi baad ku yeelanaysaa haddaad suulin karayso diidi karaysana waa inaad diido nabiguna sallallahu alayhi wasallam amar wuxuu inagu siiyay qof waliba munkarkiya dambiga awoodu ku diidi kara waa inuu isticmaalo mar aaminku munkaran falyughayiru biyadihi xadiidkii saddexda darajo sheegay qofka dambi arka gacan wax kaga qabto qowlaha ku diido qalbiga ku diido haddu labada kalaba kari waayo marka hadii aad kari karayso inaad tiraahdo jagadan aniga ale ma ogol inaad fariisataan waxana iska daaya oo sida ay kaaga tagayaan waad samayn weydo waad ku gafaysaa waayo wax aad samayn karayso ayaa ha karatay oo xadiiskaas aad khilaaftay marka awooddaad lahaanshahaado isticmaalaya iga tagadhe si uu munkarkii u sii durko ama uu u joogsadaba ninkan odayga kale waxa uu soo weydiyay ugaadha in la ugaarsan karo waa la ugaarsan karayaa ugaadha haddii qofku xalaal yahay oo aanu xaj iyo cumro midnaba xidhnayn ugaadha dhulka iska joogta dee qofku haddii aanu khasaarinayn oo aanu ku ciyaaraynin uu cunno iyo wixii la mid a uu isticmaalayo wuu ugaarsan karaa wixii lahay noo xalaalaya weeye ugaadh badanoo aynu qabno inay xaaraan tahay oon la cuni karayn baaba iyaduna iska jirta marka deeqaha ilaahay uu na siiyey iyo waxyaabuhu inoo sakhiray iyo kownka aynu ku casuumannahay ayuunbay ugaadhaasina ka mid tahay shimbiraha hilibkoodu xalaasha yahay digadooduna wax dhiba ma laha ama xaarkoodu waa dee digadan xoolahoo kale uun inkastoo masale khilaafiya ay tahay oo waxyaabaha hilibkooda la cunayo culimada qayb ka midi ay qabaan digadooduna inay nijaas tahay marka waa la iska nadiifin doonaa uun iyadoo mustaqdar tahay ama nadaafad ahaan aanay u fiicnayn su-aasha yuusuf waxay ahayd haddii aan mathalan maydhi waajiba iyo maydhi sunnaa isidhaahda isku darma isku dari karaa haa waad isku dari kartaa maydhigii waajibka ahaa iyo maydhigii sunnaha ahaa maydhigii jinaabada iyo maydhigii ciidda ayaad isku dari kartaa iyo wixii la mida habka gebagabaysigu iyadana ayna weydiiyey marka aan weysadii xubin ka mid aan ka dhaawacanay meelihii laga weysiisanaya doono inaan gebagabaystamo xubinkan masaxaya mise gebagabaysigu ma ku qaabsanayaa mee gebagabaysi marka lagu sheegayo waa wejigiiyo gacmuhun baa la mariyaa ciidda laakiin meesha ku xanuunaysa ama nabarka qabta waxba lama mariyo xataa haddii aad jinaabo leedahay wejigiiyo gacmuhun baa laga gebagabaystaa ee jidhkoo dhan ciidda lama mariyo wallaahu aclam allah ku barakeeyo sheekh maxamed yuusuf su-aashiisa haddii aan in yar ku noqono waxa uu leeyahay markaan meedhanayay niyaddaydii igu jirtay maydhiyada aan israacinayay ayaan iloobay anoo markaa meedhanayo maan arkay
marka suuliga uu ku jiray dhaxdiisi ma niyoon kara ha suuliga dhaxdiisu ku niyoon kara qofku sideedaba marka uu qofku amalka bilaabayo inuu niyooda maydigana de waxa lagu bilaabaa xamaamka dhaxdiisa marka halka aad ku bilaabayso mad ku niyoonaysa marka niyadaasi xamaamka dhaxdiisa mamnuuc ma aha waliba shayga faralka ah iyo shayga sunnaha ba niyo u baahan marka waad ku dhaxniyoon karaysaa wax dhibi kuma jiro waa tahay dhageystayaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijkeeni dariiqa toosan oo su-aalaha diiniga aad nagu soo weydiisaan halkan uu kaga jawaabo sheekha barnaamijka fadilatu sheekh maxamed sheekh cumar dariir haddii aan idin xusuusiyo taleefonka aad naga soo garaaci kartaan waa 2 5 3 4 9 2 5 3 4 9 khadka taleefonka ku noqon doona asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowo waan dhowahay waan salaamayaa sheekh maxamed aba sheekh maxamed ba xayaak allah aniga sheekh maxamed waa ka qaadnay soo dhowo mar labaad magaca ku bilow maxamed jogeer gida waayahay hal su-aal baan weydiinayaa sheekhina allah barakeeya waayahay waxaa jira ruuxaan ama jin ama shaydaan waxay doonaan noqdaan laakiin qof bay haysaa sidee ugu fudud ee looga daweyn karaa qofka waayahay dhegeysa xiga haloo assalaamu calaykum halo waa ku maqlay walaal soo dhow walaalo maxay haysay waa amino ka soo hadlaysa magaalada hargeysa waayahay walaal waxaan sheekha weydiinayaa odaygayga oo dhintay caruur yaryarna aan haysto maryihiisi miyaan bixin karaa waayahay khadka telefoonka xiga haloo wa aadan xaaji cali oo mar labaad kusoo noqday barnaamijka waayahay waa kaa qaadna walaal sheekha waxaan weydiinayaa su-aal ayaan weydiinayaa waxa weeye inaan islaam matalan sodoga oo dee kumu dhalina aabaynu nanahna sodoga aabaynu nanahna islaantana hooyaynu nanahna waayahay dhalin halkaa bal maxay sharaacadu ka qabta waad maadsantahay khadka telefoonka xiga haloo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa ridwaan axmed cabdikaliil waayahay waxaan joogaa magaaladeena hargeysa waay insha allah walaal laba saarood baan sheekha weydiin doonaa waay walaal qolyahan sigaarka soo dejiya soo madarag ama ka ganacsadaa haye waxay ku doodayaan lacagtaa sigaarka laga helo anu xaaraan baanu ka aaminsanahay masay diintu noo sheegtay way marka iyaguna waxay ku doodayaan 110 ba xaaraan inta salaada xalaal sidee bay u tahay bay leeyihiin waxay leeyihiin adu waa arrinkay ku doodayaan qoraka kula murmaan dee muranka ma sii jeclaysanay sida waa iska diinaysaa way su-aasha labaad walaal ay nadaafada iyo halkay diinteena ka taagan tahay waynu ognahay walaal wadadoo la wanaajiyna diinteenu meel bay ka taagan tahay markaa dadkeenu walaal dhagaxaan ama hala dhigaamo biyo lagu soo daayo ha noqod aan indhuhaani jeclaysanayn way labadaasi walaal wadooyinkana way kuto xaafad iyo qurux badan oo dadkeedu qurux badan iyo haddana waxaad arkaysaa biyo si kalaa soo diinaysa intaasan sheekh weydiinaya insha allah fadlata sheekh su-aasha hore maxamed waxay ahayd rawxaanta qofka haysata sidee ugu fiican ee loo eri karaa sida ugu fiican waxa weeye sida sharcigu ina farayo oo diinteennan ay lahayd danteennu u keenay jin iyo insibana wixii dulmi samaynaya si loo deedifeeyaabay leeyihin oo loo riixo waxaa la akhrii doonaa un qur-aanka kariimka ah iyo ducooyinka ka soo arooray nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo geyn doonaa culimmada aqoonta fiican u leh cilaajka ee sida saxda ah ee sharciga waafaqsanna u daweeya mar qura lagala hadhi maayo waa lagu wada ilaa intay tegayaan waxaa laga ilaalin doonaa mukhaalafaadka sharciga ama waxyaabaha sharciga lagu khilaafayo oo ah wax xaaraana in la sameeyo ama codsiyadooda loo yeelo marka kolka muddo qur-aanka lagu wado ee dhirta iyo wixii la mid ee la marinaya ay nacayaan ee ka cararayaana lagu wado way iska tegi insha allah addoonkuna waa inuu ilaahay baryo cibaadadana badiyo dahaarada iyo dhaqan wanaagana ku dadaalo su-aasha aadina waxay ahayd qofkii dhintay dharkiisa miyaa sadaqaysanaya qofka dhintay dharkiisa iyo qalabku ku shaqaysanaya iyo kutubtiisii iyo waxay ka mid yihiin xoolihiisa marka haddii caruur yaryari joogto dee waa in loo iibiyaa oo sida hudheerkoo kale lacag loogu soo beddelaa laakiin iyagoo dhaxala alaabtiisii dee la iskama bixinaya un qofka bixinayaana waa in u beddelaa oo agoontii lacag u siiya iyaga sidaasun bay xalaal ku noqon karayaan haddii kale xoolo ageeme inuu ku tasarrufay qofku ayay noqonaysaa su-aasha aadam ee odhanaysay sodogay aabba ma odhan karaa sodohdayna hooya ma odhan karaa aa lil ixtiraam walil ikraam inaad adigoo weynaynaya ama soo dhowaynaya ama u naxariisanaya erayadaa isticmaasho wax dhibi kuma jiro laakiin intisaab baa la diidaya inaad ku adigoo abtirsiimo ahaan markaad cid kale aabba ama hooya leedahay haddaad abtirsiimo ahaan u leedahay un weeye takhaladkee la diidaya ee uu nebigu ka digay sala allahu calayhi wasalam
هديس لكن احترامته أمان حريز لبكم تجرو وأنا كده عذب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سكويت ده ذي يرى دوا أورنجري أبو يينا كيجيو سؤال رضوان تهروحه السجائر كي حكم كيسة وحن كلها دو سجاري أما حولها السجائر كسوة كذا كالهرب ملها ووضع حرام والحرام حرام على الجميع حرام تلدت كردون وكوضع حرام حرام تلوحي إلى هاي وحرام تنميه حمار الله هاي درادين والخبث يتبع الحرام أو لما أهرمات بيسكو حرانا حمانتي حرام شيء كستو حن إلى هاي ونجا حرام تنميه وعافماتك أحن ورقالها أحن ودينت أحن بركة انت بوا أحن يه قال كيسا ميباك صادو القرين سونية سدا درادين dadka soo dhoofiyana waxa waajib ku ah inay iska daayaan oo Ilaahay uga toobad keenaan dadka isticmaalayana iyagana sidaas oo kale waxa waajib ku ah inay faraha ka qaadaan oo sababadooda aanay madoobeynin ilaa qofku uu istilaya inuu qofku istilana sharciyeena uu xaraantinimeeyo su'aashiisa labaad waxay la xidhiidhay wadada iyo habka dadka qaar kooda ay u kharibaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ummada muallinkii basharka Ilaahay u soo diray تلمامي توسين يتعليميني وحاو كوارمي إيمانكو إنو قيب اللي قيبي سوحا كميدا إمادة الأذى عن الطريق وحي ضد كالربايا إن وضاد لغا قاض حدو لغاحي هاي حدو قرار دي هاي حدو يهاي وحا لغو سلبرايو سحرا دي كادي دي قشن كي لغو شباي وحاسو وضاد لغا إلاليو هدي لغاينا لغا قاض إيمانك كميد تيبو نبيو تلمامي عليه الصلاة والسلام مركا إيمان حمادا وحا كميدا إنو حان لغو marka hadii arrinkiiba uu taagan yahay waa arrin iimaana waa diin de in dariiqi la nadiifiyo waa diin in dariiqi la xumeeyana waa diin daro dadku halka kaba arkayaan dadka qaar kood baa waxa arkayaan ba inay wax iska sahlan tahay abo qofku xor u yahay marka waa wax iimaankaagi uu ku hagaagay hadal jidki umadu ay maraysay ka dhaxeeyay nadiifiso ama maal galiso ama horumariso hagaajiso hadal kharibtana dadka meeshii ka dhaxeysay ayaad ku ciyaartay mararka qaar kood dad wuxuu lahaa labada waxna cadala iska ilaaliya oo aa geedka la harsanaya iyo dariiqa la marayo in qurunka la dhigo nacdal buu qofku ku mutaysanaya markaas halkaasay sharaacadu ka taagan tahay marka dumarka iyo xaawaleeda iyo shaqaalaha intaba waa in loo sheego lagu wacyigeliyo si aanu meel walba uga wanaagsanaano wallahu aalam wa tahay dhageysaha ugu dambeeyay todobaadkan barnaamijkan soo gabagabeeyay assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal waxa tahay dhageysiga ugu dambeeyay ilbaxsiyo kooban su'aasha waa maxaa la hadlay oo ka soo halay degmada cadaal lay waxa weydiinaya in waxan beerta la yiraahdo beerta markay ay dhanka beeratay ay inina banaan tahay ka mas'uulada beer quluun bay noqonaysaa mise beerta marka dhanka beerato soo sax ma aha aad beerto iyagu waa ku weydiinaya beertu waa waxaad beerteed ama raashin ama khudrad ku beerto laakiin maaha inta la iska oodanayo seeraha taa seera la yiraahdo marka intaad beertay xoolahana waad ka celin xaqna waad u leedahay wixii aanad beerina iska banaaneen ad xoolaha ka oodeyso farahad ka qaadi inaad oodataana sax ma aha waa qalad wixii cawsaad ka iibsata ama xaba ka shidataana waa xaraan wallahu aalam waa tahdhigisiyal barnaamijkii dariiqa toosan todobaadkan halkaasii hayno joogo waxaan mahadnaqayaa sheekha barnaamijka fadhiilato sheekh maxamed sheekh umar dir oo hogar barnaamijyasha barnaamijkana ka qabtay su'aalaha ay qabaan waxaan mahadnaqayaa sidoo kale farsamo yaqaanada barnaamijka saad axmed aydiid iyo maxamed jaamacigal taniintan barnaamijka soo socda isugu iman doonana waa maxamed axmed abdullahi shabeel oo idinku dhaafaya fas'aluu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh